مرحبا اصدقائي، معكم ياسين جيمر. رجعت لكم مقطع جديد دوب هذا المقطع اصدقائي. جبت لكم مخططات للتاون هول 10 يا اصدقائي، مخططات للحرب، مخططات اسطوريه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى يا اصدقائي. وكمان لا تنسوا انه رابط النسخ بتلاقوها تحت بالوصف. اي مخطط بيعجبك يا صديقي فبتلاقي رابط نسخه تحت بالوصف، بس اكبس على الرابط وبنسخ عندك بلعبه كلاش اوف كلانز من دون اي مشاكل ان شاء الله. وكمان يا اصدقائي قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة إذا مو مشتركين، وكمان تدعوا أصدقائكم يعني دعموا القناة بكل الطرق يا أصدقائي مشان تشجعوني. استمر إسا بنشر الفيديوهات يا أساطير، ويلا خليكم مع المقطع. مثل ما شفتوا يا اصدقائي هن كانوا كل المخططات، واكيد كثير من الاصدقاء راح يتسالوا انه هني تاون هول 11، يعني هو الفيديو عن تاون هول 10، فكيف يا صديقي ياسين معقول انت مخربط هذا الخطا الكبير؟ لا يا اصدقائي، هي كل فكره انه صديقي مصور الارض من عنده مشان يا اصدقائي نتفادى المشاكل ما تصير بالروابط، فصديقي هو جرب الروابط بنفسه. يا اصدقائي مثل ما شايفين صديقنا عنده التاون هول ليفل 11، فهنن الشركه شو عملوا لما هو نسخ تصميم للتاون هول 10؟ شالوا له الدفاعات يا اصدقائي اللي بيربحها بالتاون هول 11 والبينيه صديقنا، فلكن صارت ارضه مثل الارض ليفل 10 يا اصدقائي. ففي مشكله انا بس حبيت اوضح هاي الفكره يا اصدقائي ان شاء الله تكون واضحه، انه بس يا صديقي انت اللي بهمك انه مثلا يكون رابط النسخ شغال، فانت بتكبس عليه وبالنهايه يعني الارض بدها تنسخ على حسب ليفل صورك وليفل دفاعاتك كمان، فما راح تنسخ على هاي الليفلات تبعت صديقنا اكيد. فيعني يا صديقي في مشكله بهذا الموضوع. مثل ما لاحظتوا يا اصدقائي كل مخططات يا اصدقائي قويات كثير يعني، وكمان كل مخطط فيه خدع معين وشيء بيميزه عن بقيه المخططات. مثل ما شايفين يا اصدقائي تعالوا هيك نحكي شوي عن المخطط 8 يا اصدقائي. مثل ما شايفين هوني تجمع القنابل، يعني امر مرعب. انت يا صديقي كشخص بتشوف هالمخطط لاول مره بده يدهشك هذا الشيء، مثلا اذا المهاجم هاجم بهوك او هيك، فيا اصدقائي يعني اذا مرقوا الهوك من هون خلص بتنفجر فين كل القنابل، اصلا ما بيلحق يداوين يعني المهاجم، عرفتوا كيف؟ للهوك يا اصدقائي. ويعني هي مثال بسيط حتى يا اصدقائي اي جندي بياثروا فيها هي القنابل، ان تجمعهم هون يا اصدقائي امر مرعب. ومثل ما شايفين يا اصدقاء الاكسبو هوني طريقة هيك حطوا بالسور هو والانفيرنو، فيعني بسبب يا اصدقاء هالشيء انه صعوبة الوصول الين، يعني بصير المهاجم يتلبك ما عاد يعرف كيف بده يدمرين. ويا اصدقائي لحظة تجمع التسلا عند التاون هول، يعني هي شيء مرعب لحاله، 4 تسلا يا اصدقاء عند التاون هول، فكمان كثير شيء موتر. واثنين اكسبو يا اصدقاء مثل ما شايفين، وغير كل هذا يا اصدقائي يعني بتحسوا الارض منتشرة. لاحظوا هلق يا اصدقائي اذا بده يهجم المهاجم من هون فبده يمسح التاون هول وممكن يجيب نجمتين، بس برايكم يا اصدقائي بلحق يجيب 3 نجوم؟ هي غير كل الدفاعات القويه يا اصدقائي راح توقف بطريقه وانتشارين وطريقه توزعين. ويا اصدقائي لاحظوا انه اخذ كل الارض يعني بهذا التصميم، فلك يا اصدقائي
يعني هذا التصميم موتر وبده وقت لينمسح، فبيوتر المهاجم بشكل كبير. واصدقائي كل التصاميم يعني حلوه، وكل واحد اصدقائي اذا بدنا نحكي عنه بدنا ناخذ وقت كتير. فالصراحه انا ما حب طول الفيديو، بس اصدقائي شرحت لكم عن واحد على السريع مشان تعرفوا مدى قوه كل مخطط. يعني يا اصدقائي بتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو تحطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناه، كمان لا تنسوا تفعلوا زر الجرس. كان معكم ياسين جيمر، مع السلامه.